متتبعي قناة فاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. غادي نرجعوا للموضوع تاع المازوط وفي العلاقة ديالهم يعني النقل الطرقي. كما تتعرفوا بأن الحكومة تأخلوش خصت واحد 3 دفعات من أجل مساعدة مهني النقل الطرقي باش يعني يحاولوا يحققوا واحد التوازن على مستوى المداخل ديالهم، سيما مع الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات. ولكن في هذه الآونة الأخيرة يعني المحروقات ارتفعت بزاف، والمهني تاع النقل الطرقي لبعضهم تيقول بأننا ما توصلناش بالدعم. أشي أهم الاختلالات اللي تعرفت العمليه هذه؟ من اجل مناقشه هذه القضيه نستضيف السي مصطفى شاعون، الامين العام للمنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجيستيك متعدده الوسط. السي مصطفى مرحبا بك. شكرا للاستضافه وتحيه لكل المتابعين ديال قناه الفا سبايس. الحكومه خصت لكم واحد 3 دفعات على الاعانه ولا الدعم من اجل يعني تخفيف عن الاثار السلبيه للانعكاسات الزياده على المحروقات، ولكن انتم ما عجبكمش الحال، اش بغيتوا اكثر؟ ماشي ما عجبناش الحال. اولا لابد اننا نعاودوا نرجعوا كيف ما قلتي في التقديم ديالكم السي احمد، اننا نرجعوا للسياق. اولا الغلاء التصاعدي ديال الغازوال اللي ضرب كل الفئات ديال المجتمع وضرر المهنيين ديال النقل، لانهم كيشتغلوا بصفه مهنيه وكيأدي واحد الواجب الوطني اولا وكيأمنوا التنقلات ديال البضائع وديال السلع. هادش الامور ما اختلفوش عليها كاملين. كان واحد النقاش، كان واحد الحراك مع الحكومه. من خلال هذا النقاش والحراك الحكومه قررت لوحدها، انا اقول قررت لوحدها، انها تواكب وتعاون مهني النقل من جراء الغلاء التصاعدي اللي كان في واحد الحدود ديال 11 و12 درهم في ذاك الوقت. يعني اليوم المستويات قياسيه ديال الارتفاعات ديال الاسعار ديال المحروقات وديال الغازوال على الخصوص، وكنعرفوا كاملين حنا كمهنيين ديال النقل ان الغازوال مكون اساسي ورئيسي في التكلفه ديال النقل. كل التكلفات ديال النقل، لا النقل الجماعي ولا العمومي ولا كذلك نقل البضائع، الغازوال يمثل واحد 60 حتى 70% من التكلفه ديال النقل. العمليه اليوم يعني كيف ما قلتوا في التقديم ديالكم ان هذه الدفعه الثالثه، ولكن احنا ما عندناش اولا الاختلالات اللي كانت الدفعه الاولى والثانيه، لان مجموعه ديال الانماط ديال النقل، وحنا اليوم غيمكن من خلال المنبر ديالكم اننا نفندوا ونكذبوا ما جاء في التصريح ديال السيد الناطق الرسمي باسم الحكومه، قال بان 180,000 مركبه. احنا كمنظمه اليوم عندنا بيانات وارقام اللي كنتوفروا عليها احنا، ناهيك على الهيئات الاخرى والجمعيات الاخرى كتوفر كذلك على ارقام ومعطيات. انا مجموعه ديال الانماط ديال النقل، مجموعه المركبات اللي هي نشيطه لم تستفيد. بعكس ذلك اننا وقفنا ان كاينه مجموعه ديال المركبات مع الاسف هي مركبات يعني مرخص لها في قطاع النقل، ولكن لا تشتغل سنوات تقريبا واستفدت من هذا اذا حنا. ولكن علاش ما استفدناش؟ شنو الاختلالات اللي وقع؟ الاختلالات هي حنا في الاول يعني الحوار ديالنا في الاول مع الحكومه والسيد الوزير المتدرب المكلف بالميزانيه، كنا دائما احنا كمنظمه نصر على ان الاشتراك ديالنا في كل الامور التقنيه هي بالفعل هناك منصه خصصت لذلك، هناك انماط ديال النقل معروفه عدد المركبات. مع الاسف ان في قطاع من القطاعات اللي هي تقريبا تمثل 77,500 مركبه، يعني تقريبا نصف ديال المركبات المخصص لها الدعم، يعني السائقين المهنيين اللي كيديو هذا الغازوال اللي مكتون، يعني ما كاينش بيانات وارقام باش يستافدوا. استفدت رب يعني صاحب المركبه، واليوم كاين واحد الجدل كبير بين المهنيين خصوصا في قطاع النقل بواسطه سيارات الاجره. اذا ما تشركناش في الصياغه ديال هاد يعني هاد المنصه، لان كان لابد اشتراك المهنيين اللي خداو الحوار مع الوزاره واللي خداو يعني. وكان تشاركوا المهنيين، فسر لنا الاختلالات اللي خلات هاد المهنيين ما خدوش الدعم، اش واقع بالضبط؟ الاختلالات هي اختلالات بنيويه واختلالات مرتبطه اولا بالبنك المعلومات. اليوم الحكومه والوزارات يعني المكلفه بالقطاع، لا وزاره الداخليه ولا وزاره النقل، ما عندهاش بيانات كافيه ومعلومات كافيه على او رؤيه على قطاع النقل والمكونات ديال قطاع النقل. هذه اولا. ثانيا ان هذا النظام، هذه المنصه عرفت يعني اختلالات وعرفت واحد المشاكل وصعوبات في الاول ديالها، في الاول ديال ان طلب تقديم طلبات، لان لابد ان تقدم طلب من خلال المنصه، ومن بعد تقديم الطلب كتستافد من هذيك المنحه او الاعانه او الدعم او المواكبه، يعني عندها مجموعه ديال التسميات. اذا مجموعه ديال المهنيين ديال النقل، خصوصا انا نجيب لك بعض الانماط، النقل المزدوج خصوصا المهنيين اللي كيترفسوا يعني كيستغلوا بعض الرخص المؤقته واللي هي في حد ذاتها رخص كتشتغل دائما، ما استافدوش. مجموعه ديال الانماط ديال النقل الاخرى في نقل البضائع ما استافدوش. مهنيين ديال مهنيين، نتكلم على صح، كنتكلم على شيفور، لما كنتكلمش على شيفور كنتكلم اولا على مر المستغل، السائق المستغل او المستغل ديال المركبه ديال سياره الاجره، ارقام كثيره وعديده جدا من الجهات والاقاليم عندنا. ناهيك على هذا الموضوع ديال شيفور، انا شيفور هذه العمليه جدت واحد الجدل كبير واصبحت قضيه راي عام وطني ومهني، ولا الى حدود الساعه راه تقريبا واحد النسبه كبيره، وحنا وصلنا لواحد النسبه
تقريبيه ديال 30 حتى 35% من المهنيين والمستعقلين ما توصلوا لا بالاولى ولا بالثانيه. اسمح لي السي الاولى والثانيه جات في سياق ان كيف ما قلت في الاول ان 11 درهم 12 درهم اليوم ارتفاعات متتاليه وارتفاعات ديال الماده المحروقات مرتبطه بارتفاعات اخرى ديال المواد الاستهلاكيه والاساسيه اللي هي متضرره من هذا المهني. ناهيك على ان ظروف الاشتغال كذلك والمدن شحال الا خدنا الشيفور تاع الطاكسي مثلا شحال تقلصت المداخل ديالو باش نكونوا واقعيين. اليوم كاينه 120 درهم يوميا بين شو السائقين اللي مزيوده عمليا نتكلم معك على مدينه الدار البيضاء. مدينه الدار البيضاء 120 درهم زياده زياده يوميا زياده فوق الملحه اللي او الاعانه اللي قدمت الحكومه. انا ما كنتكلمش على 1600 درهم ولا 2200 درهم اللي قدمت الحكومه فوق هذه الاعانه او يعني ياخذ 1200 درهم وتزيد على 1600 يعني محسوبه اليوم 3500 درهم زياده في الشهر فوق هذيك يعني كاين واحد 5000 درهم ديال الزياده بين 5000 و 5500 درهم ديال الزياده في الشهر بين سائقين اللي كيمارسوا. بالنسبه لك شنو هو المخرج لهذا المشكل هذا؟ واش يستمر الحكومه في تقديم هذا الدعم هذا ولا تلقى شي حل اخر ولا شنو؟ احنا اولا تمنا هذه الخطوه اللي قدمت عليها الحكومه لهنا سابقه باش نكونوا نسمي الامور بمسميات غير هو التنزيل ديالها والاجراء ديالها هي اللي عرفت الاختلالات وحلقتنا احتقان. حنا بالنسبه لنا حنا مؤخرا يوم الاربعاء الماضي راسلنا السيد رئيس الحكومه كخطوه اولى في هذه المرحله هذه لان المرحله شويه عصيبه كاين احتقان في القطاع. حنا مقبلين على عيد الاضحى كاين هناك تنقلات ديال المواطنين كاين تنقلات كذلك ديال اللي عندها صبغه موسميه ديال البضائع وديال السلع كاين يعني الحركيه غتكون في فصل الصيف كاين رجوع مغاربه العالم الى ارض الوطن انتعاش كذلك المجال السياحي كل هذه الامور ستؤثر سلبا على المردود والمدخول ديال السائقين المهنيين ديال المهنيين ديال النقل. احنا اليوم داخل المنظمه لدينا مجموعه ديال المقترحات اننا اولا ترفع من القيمه ديال هذه الاعانه ولكن في نفس الوقت حنا كنواكبوا المهنيين وكن يعني كنحاولوا نكونوا قراب لهم وكيف في نفس الوقت نحلوا مجموعه المشاكل اللي مرتبطه اصلا بالغازوال لان هذا الموضوع الغازوال هو موضوع من يعني من ضمن مجموعه المواضيع اللي هي متداخله ومركبه في قطاع النقل لان مشاكله هي متسلسله. اولا تاهيل ديال الاطار التشريعي ديالو فرز المكونات ديالو اخذ قرارات اللي هي غتكون قرارات مهمه ومهمه جدا خصوصا على المستوى السياسي ان القطاع ما عندوش قانون المكونات ديالو غير واضحه الملف الاجتماعي ديالو قطاع قطاع النقل الطرقي قطاع النقل الطرقي المكونات ديالو ما واضحاش الملف الاجتماعي ديالو باقي جميع الاصناف ديالو ماشي غير الطاكسيات وحنا نظمنا يوم دراسي بالبرلمان حضر لي السيد وزير النقل حضروا لي مجموعه ديال الفعاليات وقمنا كذلك باشتراك مجموعه ديال النقابات معنا من اجل النقاش حول المستقبل ديال قطاع النقل لان اليوم لا يمكن حل المشكل بمعزل على الاخر. اليوم كنتكلموا على المحروقات غدا ولا غدا يخرج لنا الملف الاجتماعي من بعد غيولي يخرج لك الاستغلال شويه تخرج لك المنافسه الغير الشريفه ديال الانماط الاخرى ديال النقل اذا كل مره غادي نبقاو ندبروا في المرحله. لو نقل غير المشكل تاع المازوت والارتفاع لان هذا هو اللي تيمس الحياه المباشره تاع السائق حتى السائق المهني اشنو الحل شنو الحل هي مرتبطه بالاسعار كذلك ديال المواطنين لان اليوم حنا التضحيات اللي كيديروها المهنيين ديال النقل والسائقين المهني لانهم يعني ما قدروش يتجاوزوا القوانين ويزيدوا في الاسعار وفي الاثمان ديال النقل وكتلاحظوا انتم كجسم صحفي ان الاسعار هي مستقره خصوصا في النقل الجماعي والعمومي للمسافرين بل اكثر من هذا في قطاع النقل المسافرين كاين تخفيض ديال لان ما كاينش واحد الطلب كبير كاين تخفيض ديال التذكره. اذا اليوم الحلول هي بيد الحكومه والحكومه اللي هي من المفروض انها تعطينا وفق هذه المعطيات اللي حنا كمهنيين قدمنا تعطينا المقترحات لان هي اللي عندها العمل التقني هي اللي عندها الوزارات هي اللي عندها الخبراء هي اللي عندها الميزانيه هي اللي كتدبر المرحله. حنا الاقتراح اللي عطيناه هو اقتراح عرضي انها تنقص على عموم المواطنين ولا كذلك المهنيين تزيد في المنحه المخصصه او الاعانه او المواكبه المخصصه للمهنيين ديال النقل تكون واحد زياده لان كان تمت الاشاره اليها من طرف السيد الناطق الرسمي الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومه وكذلك يعني الهامش ديال الارباح ديال الشركات في هذه المرحله العصيبه خصهم يبينوا على المواطنه ديالهم يقلصوا من الارباح ديالهم. كاين هناك واحد الضريبه على الاستهلاك الداخلي بما يسمى بلاتيك حتى هي اليوم الحكومه والدوله خصها تكون يعني تبين يعني انها تواكب الشعب المغربي بصفه عامه وكذلك الضريبه على القيمه المضافه في انتظار ان كيف ما قلت خصها تكون مجموعه ديال يعني ديال التدابير موازيه اننا نمشيو للغازوال المهني لان اليوم حنا او
الطاقات يعني اليوم اللي كنشوفوا كاين مركبات كهربائيه كاين مركبات اخرى صديقه للبيئه لما لا هذا على مستوى المدى البعيد ولكن خصنا نشتغل على الاراء اللي تقول بان التسقيف تاع الثمن المحروقات ما خصش القضيه تبقى غاده حنا ما عارفينش دابا فين غيوصل هذا الشيء هذا هو التسقيف هو التسقيف خصو اعمال صندوق المقاصه صندوق المقاصه هو كاين متواجد خص الاعمال ديالو اليوم وخص الحكومه تكون عندها رؤيه لان العمليه هي مرتبطه بما هو مادي شفنا بان الحكومه مره اخرى زادت اعتمادات اخرى غير يعني ما كانتش مخصصه في الميزانيه من اجل غاز البوتان ولكن اليوم خصنا نشوفوا كيف ما قلت الخبراء الاقتصاديين ديال الحكومه والحكومه كيفاش يمكن لينا هي اللي تقدم لينا المشروع اللي غتواكب به مهني النقل وتواكب به كذلك عموم مستعملي الطريق من اجل الحفاظ على يعني الاسعار والمستويات ديال المعيشه لان بالفعل احنا كنقابات هي المدافع ونؤطر مهني النقل ولكن في نفس الان راه حنا كذلك يعني صوت المواطنين وصوت الشعب المغربي لان النقابات هذا هو الدور ديالها انها ترافع على القضيه ديال كل فئات ديال المجتمع ومنها خصوصا المهنيين والسائقين المهنيين. سي شعون شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه الفاسبريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.